السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقتنا الجديدة من برنامج تليسينما. اخترت لكم النهاردة الممثل الأمريكي جين هاكمان وفيلم من أفلامه الجميلة Behind Enemy Lines. الفيلم تم إنتاجه في عام 2001 بتكلفة بلغت 40 مليون دولار وحقق إيرادات بلغت 92 مليون دولار، وبيشارك البطولة النجم أوين ويلسون. تدور أحداث الفيلم خلال حرب البوسنة في فترة التسعينات، حيث يقوم الضابط كريس بالتحليق بطائرة F-18 منطلقا من حامل الطائرات أمريكية في البحر المتوسط لتنفيذ مهمة تصوير أماكن للعدو، إلا أنه بالصدفة يلتقط مجموعة من الصور لبعض القتلى المسلمين الذين تم قتلهم بواسطة الجيش الصربي، ويتلقى صاروخا منطلقا من منطقة نائية للتخلص من المعلومات التي حصل عليها، إلا أنه يخرج من الطائرة بعد ضربها بالصاروخ ويبدأ البحث عن طريقة للخروج من المأزق في البوسنة بعد مقتل صديقه على يد الصربيين ومحاولاتهم التخلص منه، وتتوالى الأحداث بطريقة شيقة. أتمنى ينال إعجابه بإذن الله. They killed my pilot because we took pictures of the grave and I know where they are. I'm gonna get them. I'm not gonna let that kid die out there. You will lose your command. So be it. Gentlemen, I intend to put you in harm's way. Any man who doesn't wish to join this mission, step away right now. من أهم أعمال جين هاكمان فيلم The French Connection في عام 1971، سوبرمان 1 1978، سوبرمان 2 1980، سوبرمان 3 1983، سوبرمان 4 1987، The Firm 1993 مع النجم توم كروز، Crimson Tide مع النجم دينزل واشنطن في عام 1995، Enemy of the State في عام 1998 مع النجم ويل سميث، Runaway Jury في عام 2003. إذا الحلقة عجبتكم لايك وسبسكرايب، وانتظروني في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.